أذهب مباشرة إلى زميلي موفد الإخبارية السورية ربيع ديبة من مدينة دمشق. ربيع حياك الله. تحية لك عبدو. نعم، ما هي آخر التطورات الميدانية هذا من جانب الغوطة الشرقية، وأيضا ضعنا في صورة آخر التطورات على سير المصالحات والتسويات الوطنية في ريف دمشق؟ تفضل ربيع. نعم، منذ قليل بدأت تتحضر الدفعة الثانية في منطقة خان الشيح من المسلحين الراغبين بالتوجه إلى مدينة إدلب أو إلى ريف إدلب يعني مع عائلاتهم. طبعا العدد المقدر للدفعة الثانية وهي الدفعة الأخيرة قبل إعلان المنطقة خالية من السلاح والمسلحين يبلغ بحدود 1700 شخص. العدد الكلي أيضا هو الذي سيغادر، يعني كانت غادرت الدفعة الأولى مساء أول من أمس والتي هي عددها تقريبا 1200، يصل العدد الكلي إلى 3000 شخص، هم عبارة عن 1500 رجل وأيضا 900 طفل و600 امرأة. هذا هو يعني مجمل ما يحدث في خان الشيح اليوم أو غدا على أبعد تقدير. وكما أفادت مصادر الإخبارية السورية سيتم ترحيل الدفعة الأخيرة وبعد ذلك يتم إعلان منطقة خان الشيح خالية من السلاح والمسلحين. طبعا هذه التسوية التي فرضت يعني في الغوطة الغربية عند الحدود الإدارية مع درعا والقنيطرة تشمل 7 قرى، منها زاكية والمقيلبة والحسينية والطيبة، إضافة إلى خان الشيح وكناكر وبيت تيما. هذه المناطق جميعها ما عدا خان الشيح سيتم التعامل معها يعني أيضا بملف آخر وهو متزامن مع خروج المسلحين، هي تسوية الأوضاع. يبلغ عدد المسلحين الذين سيتم تسوية أوضاعهم خلال الأيام المقبلة بعد خروج مسلحي إدلب بحدود 2000 شخص. في منطقة زاكية العدد الأكبر، ستتم تسوية أوضاعهم وبعد ذلك يعني وتسليم أسلحتهم الخفيفة بعد أن سلمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة. سيتم يعني بعد تسوية الأوضاع ستدخل الجهات الرسمية للدولة ممثلة بقوى الأمن الداخلي ومحافظة ريف دمشق والجهات الخدمية والمعنية في هذه المنطقة. يعني بعد إنهاء هذا الملف نستطيع أن نقول أن الغوطة الغربية لريف دمشق ستصبح خالية من السلاح والمسلحين بالكامل. نعم. إذا ربيع انتقلت عبده إلى نعم. قبل الانتقال إلى الشق الميداني، إذا أردت أن تبقى أريد أن أبقى في هذه المنطقة بناحية الغوطة الغربية باتجاه خان الشيح وزاكية، ماذا عن ملف المخطوفين؟ كان هناك خروج لعدد من المخطوفين الذين كانوا متواجدين في خان الشيح؟ نعم، هناك عدد من المخطوفين، هي ما تحدثت عن هذا الموضوع. يعني تعلم جيدا عبدو أن حتى اللحظة لم يسمح للإعلام بتغطية أو توثيق ما يحدث في خان الشيح نتيجة حساسية الموقف وانتقال المسلحين، وحتى هم من فرضوا هذا الشرط بأنهم لا يريدون يعني التغطية الإعلامية. لكن مصادر متقاطعة تحدثت عن أن عدد المخطوفين الذين سلمتهم المجموعات المسلحة قبل مغادرتها من خان الشيح ومحيطها يبلغ يعني تقديريا بحدود 35 شخص. تمكننا من معرفة بعض الأسماء، يعني مواقع التواصل الاجتماعي أيضا نشرت بعض الأسماء والذين يبلغ عددهم 7، لكن مصادر متقاطعة كانت قد تحدثت عن 35 شخص مخطوف لدى المجموعات المسلحة سلمتهم للجهات المختصة وللجيش العربي السوري في محيط خان الشيح. نعم، بالانتقال إلى الشق الميداني وخاصة في الغوطة الشرقية ربيع. نعم، طبعا تستمر عمليات الجيش العربي السوري في محيط الغوطة الشرقية وخاصة تطويق معاقل المجموعات المسلحة ومحاولة الاقتراب أكثر فأكثر من دوما والنشابية وأيضا مسرابة، وهي تعتبر 3 معاقل أهم المعاقل للمجموعات المسلحة. أمس الجيش العربي السوري وبعملية مباغتة أتم السيطرة على بلدة ميدعاني. هذه البلدة التي تقع يعني في الفاصلة بين الغوطة الشرقية والبادية السورية كانت تعتبر أهم ممر لإمداد المجموعات المسلحة داخل الغوطة بالسلاح والمسلحين ابتداء من الحدود الأردنية باتجاه تل الأصفر ومن ثم منطقة اللجات ودخولا إلى الغوطة الشرقية. هذا الممر بات يعني من المستحيل على المسلحين الحصول على إمدادات أو على الذخيرة القادمة. أيضا بلدة ميدعاني تعتبر نقطة حاكمة ناريا لبلدة النشابية. هذه البلدة تعتبر مهمة جدا للتنظيمات المسلحة كخفض
دفاع ثاني عن دوما، وهي تبعد عن دوما بحدود 8 كيلومتر وعن أوتايا بحدود 3 كيلومتر. طوقت بعد الإتمام السيطرة على بلدة ميدعاني، طوقت بلدة النشابية من ثلاث جهات وتعتبر ساقطة نارية. بشكل عام عمليات الجيش عبدو في الغوطة الشرقية تتركز على يعني حصر المجموعات الإرهابية في الأحياء السكنية ومنعها من التحرك بالآليات أو العربات التي لديها في خطوط الإمداد القصيرة داخل الغوطة الشرقية، وهو ما يعني في مراحل متقدمة أيضا طلب تلك المجموعات للتسويات التي تمت في الغوطة الغربية. نعم زميلي موفد الإخبارية السورية ربيع ديبا إلى مدينة دمشق، شكرا جزيلا لك.